عاوزين البداية، امتى بدأت الانشاء؟ كبداية على السوشيال ميديا البداية في حد ذاتها، وبعد كده هنمشي معاك تدريجي. يعني هو يعني كان اللي هو عنده موهبة، فكنت بقى مثلا بتدرب، محتاج اللي انا اسمع اكتر عشان اتعلم. والحمد لله يعني بدأنا في 2023 السنة اللي فاتت، كانت اول بداية انشطة باند حبيب الروح، وبعد كده بقى تداولت الاعمال الحمد لله. يعني انت بتنشد من سن قد ايه تقريبا؟ لا من ايام المدرسة، يعني من الطفولة. يعني اللبس اللي انت لابسه ده مختلف يعني شوية، كلمني اكتر عن ربطة الدماغ دي. هو بس فكرة الموضوع في الستايل عامة، طلعنا انا والمنشد احمد حسن الاكسوري في انشودة في رمضان اسمها باند حبيب الروح، فطلعنا بستايل الستايل ده، فالناس يعني عجبها الستايل، فحبينا بقى اللي احنا نستمر على الستايل ده. والناس كلها عارفانا من الستايل، انا لما بلبس كلاسيك محدش بيعرفني. بقى علامه بالنسبه لك، الناس تعرفك باللبس كويس. يعني لو انا ما لبستش الشال ده ما اعرفوش، بس لما البس الشال لا انت معروف وعارفينك وكل حاجه. بقى مختلف حتى في الشكل ده غير الشكل ده. طب انت طلعت وانت قلت يعني بدا ان يكون في شهره اكتر او ان ينتشر اكتر بانشوده مع كان زميل ليك يعني بالزبط. فيها طب ممكن نسمعها منه؟ بالتأكيد. شو بدنا تفضل يا شباب. بمدح حبيب الروح ورضاه منعين، ذكره شفاء لجروح بلسم يداويني حبيبي. بمدح حبيب الروح ورضاه منعيني، الله ذكره شفاء لجروح بلسم يداويني حبيبي. حبيبي لو سمح الزمان واشوفه كان ماله، الله ده انا قلبي محروم من الحنان متيم وشوف حاله. الله حبيبي لو سمح الزمان واشوفه كان ماله، ده انا قلبي محروم الحنان متيم وشوف حاله. الله مشتاق لو نظراي منه تراديني حبيبي. بمدح حبيب الروح ورضاه منعيني، الله ذكره شفاء لجروح بلسم يداويني حبيبي. هذا الجمال ذات الكمال بصفاته يتحلى، حسن الخصال خير وقال تأديب من الله. شفعنا يوما نعود في معدنا عند الله حبيبي. بمدح حبيب الروح ورضاه منعيني، الله ذكره شفاء لجروح بلسم يداويني حبيبي. الانشوده دي مكتوبه مخصوص ليك ولزميلك ولا دي كلمات والحان المنشد احمد حسن الاكسوري؟ يعني لا كلمات المنشد احمد حسن الاكسوري والحان المرحوم ربيع البركه. هو اللي بينشد معاك الاغنيه؟ المنشد احمد حسن اللي بينشد. انتوا لحد دلوقتي مستمرين مع بعض؟ الحمد لله استمرينا في انشوده بابن حبيب الروح، وكتب ولحن انشوده احباب رسول الله اللي اتعملت في موسم 23.